إذا جاك عرض وايد خيالي فأغلب الظن يكون خدعة، فمن المهم أن نتأكد من مصدر المحتوى اللي نتعامل معاه على الإنترنت وش كثر هالمحتوى دقيق وموثوق فيه. وإذا كان خبر ما يتصدق بالمرة فأغلب الظن أنه غير صحيح. في وايد أشياء تهدد خصوصيتنا على الإنترنت، مثل مشاركة المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. مو بكل واحد نحصله على الإنترنت رفيدنا، في وايد ناس يحاولون يبقون ويتحايلون علينا عن طريق الرسائل المزعجة والاحتيالات. وعلى الإنترنت مثل ما لازم نفكر بعقل في اللي نقراه، لازم بعد نحاسب في اللي ننشره. كلنا ممكن نساعد بعض عشان تكون قراراتنا ذكية وإحنا نتعامل مع الإنترنت. خلك على تواصل لكن بذكاء.